Yeah. السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد قرار تعديل أسعار بيع المشتقات النفطية في عدد من المحافظات المحررة والآثار المترتبة عليه في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. أقرت شركة النفط اليمنية زيادة في أسعار الوقود المنتج محليا بنسبة أكثر من 30% في 4 محافظات، وأضافت الشركة في تعميم أن زيادة أسعار الوقود الذي تنتجه وتكرره مصافي صافر جاءت نظرا لارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا وارتفاع كلفة إنتاج وتكرير النفط. وأقرت الشركة بيع لتر البنزين ب 230 ريال والسولار ب 220 ريال والمازوت ب 160 ريال، وذلك في مأرب وحضرموت وشبوة والجوف. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب القرار وتأثيره على المواطنين في المناطق المحررة، وهل لدى الحكومة بدائل غير زيادة التكلفة على المواطن ومضاعفة الأعباء عليه؟ نتابع التقرير. زيادة سعرية جديدة تفرضها الحكومة على بيع المشتقات النفطية في عدد من المحافظات المحررة، قرار جديد لشركة النفط أتى في الوقت الذي لم يعد فيه المواطنون قادرين على تحمل تبعات انعدام المشتقات بجزء كبير منهم إلى المبيت لأيام أمام المحطات انتظاراً للحصول على شيء يسير من الغاز أو البنزين. المدير العام التنفيذي لشركة النفط برر ارتفاع الأسعار بتوحيد سعر المشتقات ومحاربة السوق السوداء التي أنتجت أزمات عديدة في السوق المحلية وأدت إلى تهريب الوقود والمتاجرة به بشكل لم يحدث من قبل. محافظ مأرب سلطان العرادة أرسل مذكرة إلى المسؤولين في شركة النفط اقترح فيها تأجيل تنفيذ التوجيهات الخاصة بتعديل أسعار المشتقات النفطية، كما اقترح وضع آلية دقيقة للحد من خلق سوق سوداء وتقييم دراسة شاملة للإشكالية بما يحقق المصلحة العامة. الهدف من زيادة أسعار المشتقات النفطية بحسب مصادر حكومية تأتي لزيادة الإيرادات العامة ورفض الاقتصاد ومحاربة السوق السوداء، لكن محللين اقتصاديين قالوا إن من الأولى على الحكومة إقناع التحالف العربي والشركات الاستثمارية بالسماح بتصدير الغاز، خصوصا وأن اليمن يخسر 700 مليون دولار سنويا نتيجة توقف صادرات الغاز منذ بداية الحرب. شركة النفط وفي تعميم أرسلته إلى فروعها بشبوة وحضرموت طالبت باعتماد الأسعار الجديدة وتطبيق المصفوفة السعرية الخاصة بالصناديق والضرائب والعمولات وأجور النقل. الزيادة السعرية لم تفرض حديثا على المناطق المحررة فحسب، فقد زاد سعر الغاز نتيجة فرض ميليشيا الحوثي في وقت سابق رسوما مضاعفة وغير قانونية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وضع مأساوي يعيشه المواطن اليمني إذن، وغموض وخوف من أزمات لم يعد من الإمكان حصرها، وأمام كل ذلك تتقلص فرص الحياة وتظل المعاناة الاجتماعية ثابتة في كل المراحل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدا هذه الحلقة مع الصحفي علي عويضة من مأرب. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا بك أستاذ علي. في البداية، قرار رفع المشتقات النفطية، كيف هي أصداء هذا القرار في محافظة مأرب، خاصة بعد الرسالة التي وجهها المحافظ لعدم إقرار هذه الجرعة؟ مساء الخير أخي الكريم. بداية، الرسالة التي وجهها المحافظ هي تدل على أن القرار كان قرارا فرديا من قبل شركة النفط فرعا، وأيضا شركة النفط اليمنية في مقرها الجديد في عدن. يبدو أن لم يكن هناك تنسيق بين السلطة المحلية وزراء الشركة في مأرب، وبالتالي كان قرار غير مدروس لا من الناحية الفنية ولا من الناحية الاقتصادية، لأن الحيثيات التي بني عليها القرار غير صحيحة. محاربة السوق السوداء وجمع الإيرادات يبدو حيثيات غير صحيحة، لأنه في هناك طرق أخرى ممكن أن تجمع من خلالها الدولة أو السلطة في مأرب وشركة النفط أيضا الإيرادات، وأيضا هناك طرق أخرى لمحاربة السوق السوداء تحدثنا عنها كثيرا وأبلغ تكلمنا في سواء على شبكات التواصل الاجتماعي او حتى لمخاطبه المسؤولين في المحافظه بان السوق السوداء منتشره بشكل كبير، وبالتالي محاربتها تستدعي وقفه جاده سواء امنيه اداريه عسكريه، اغلاق المنافذ، منافذ التهريب التي يتم عبرها تهريب المشتقات النفطيه للمحافظات الخاضعه لسيطره البرازيل. نحن لا نقول هنا ان يقطع هذا المشتقات النفطيه، طيب لكن نعم استاذ علي،
نعم استاذ علي، ابقى معي فقط معذرة منك، لانه ينضم الينا الان مدير عام شركة النفط من حضرموت محمد عبد الله الشريم. مرحبا بك استاذ محمد. يا هلا وسهلا بك يا طيب، يا هلا وسهلا بكم على حسن الاستضافة. مرحبا بك استاذ محمد. في البداية يعني ما هي الاسباب التي جعلتكم تقدموا في شركة النفط ان ترفعوا اسعار المشتقات النفطية، وأنتم تعلمون الحالة الذي تمر بها البلاد، حرب وظروف الناس صعبة جدا، إذا ما هي الدواعي التي جعلتكم تقدمون على مثل هكذا خطوة؟ والله نحن طبعا نصدنا قرار الأخ سامت الرئيس الجمهورية عبد الرب المنصور هادي بتحرير الأسعار. نعم التزمنا بالقرار هادي، طبعا تعرف نحن مع المواطن ومع مساعدة الأخوة المواطنين في هذه الظروف. نعم. القرار يعني عندما أتى من رئيس الجمهورية هو فتح المجال للجميع باستيراد النفط حتى يتم القضاء على السوق السوداء، وأيضا يكون السعر بالسعر العالمي، ويعني الكلفة الكبيرة تذهب. أنتم الآن في الشركة، يعني هل الآن يعني هذا الموضوع خرج من أيديكم وأصبح متاح للجميع، أم تم تدارك الوضع وكل يعني من يبيعون وأصحاب وملاك المحطات البنزين والمشتقات النفطية بشكل لا عام لا 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 معكم لا أم لا؟ مش بهذا الغول. نحن طبعا ساحل حضرموت بالذات هي معتمدة على تجار المشتقات النفطية. نعم. في تمويل وتمويل محافظة حضرموت. نعم. فهي منذ فترة طويلة وهي طبعا معتمدة على المشتقات النفطية في استيراد على التجار. طبعا نعم. هناك في بعض طبعا الأمور هي دائما تعكس على الناحية الشعبية، يعني فالسعر المشتقات خارجيا او عالميا في ارتفاع دائما متزايد متذبذب حاجه بسيطه جدا، وفي نفس الوقت طبعا الريال اليمني امام الدولار في انخفاض يعني شبه غير مستقر يعني. نعم. وهذه يؤثر سلبا على المشتقات النفطيه. نعم. طيب انتم الان هذه الان بعد رساله محافظ مأرب سلطان العراده، هل تم الان الغاء هذا القرار وتاجيله؟ والله نحن ما عندنا القرار هذا، طبعا ما وصلنا التعليم هذا ولا وما يشملنا احنا كساحل حضرموت. اذا انتم في ساحل حضرموت بداتم يعني ترفعون الاسعار بالتسعيره الجديده من الشركه؟ نحن بالتسعيره الجديده حسب الاسعار العالميه، يعني احنا مرتبطين بالبلاد. نعم. البلاد هذا طبعا هو معيار عمليه تقييم اي استيراد خارجي. نعم. طيب الان المشتقات النفطيه في حضرموت الان كم سعر ال 20 اللتر من البترول والديزل؟ نعم الان البترول 300 عندنا اليوم. نعم 300 جميع محطات حضرموت السعر اللتر ب 300 ريال. نعم 300 ريال، وزلنا تعليم فيه على مستوى المسله وضواحيها من متى بدات تطبيق هذه التسعيره؟ والله هو تحرير الاسعار منذ يمكن اربع ايام الى مو خمس ايام. نعم. حررنا الاسعار كلها بشكل اول، حررنا تدريجيا ماده الديزل، وبعدين حررنا ماده البترول تمام، وزمنا بسعريه السوق. فطبعا حدث لنا اشكاليات كثيره في سعريه السوق المحلي. نعم. فاضطرينا طبعا في اتخاذ قرار الاخر محمد الله الرئيس. نعم. والسلطه المحليه طبعا عثر قرار السلطه المحليه الى تحضير رعايه الاخ اللواء الركن رئيس العالمين البحثي. اذا انتم في حضرموت اقريتم هذه الجرعه، ويعني الان السعر ال 20 اللتر من البترول ب 6000 ريال والديزل ب 6000 ريال. ايوه الحمد لله. الامور مستتبه والاستقرار التمويلي الان موجود، لكن هذا اسعار قاتله بالنسبه للمواطنين مهندس محمد. طبعا انا معك في هذه الناحيه، ولكن ان شاء الله عندما في هناك في تجار يتضاربوا بالاسعار باذن الله مجال لتخفيض هذه ليش ثابته؟ انما متحركه هذه بتقول بالنزول. نعم. طيب كثير هذه مش ثابته يعني. اشكرك. نعم اشكرك جزيل الشكر. بعد يومين ثلاث ايام
اجيب له بضائع اقل سعرا حسب البلاد الخارجي. نحن بننزل طبعا شبهين على المراقب. نعم. نحن جهودنا المراقبه والمتابعه اليوميه عن كثب. طيب. بالنسبه للتجار او بالنسبه للبيع في السوق المحلي. اشكرك اشكرك. المواطن المعادي. نعم. أشكرك جزيل الشكر مدير عام شركة النفط في حضرموت محمد عبد الله شريم، وأعود إلى مأرب مع الصحفي علي عويضة. أستاذ علي، إذن مدير عام الشركة في حضرموت يقول هناك تم اعتماد هذه التسعيرة، بل ربما تجاوزت حتى التسعيرة التي حددتها شركة النفط الآن في حضرموت. البترول 20 لتر 6000، وأيضا الديزل في مأرب الآن سعر البنزين والديزل كم؟ أخي العزيز، أول شيء لازم أوضح نقطة مهمة جدا. مأرب وضعها استثنائي ووضع آخر غير محافظة حضرموت. القرار الأخير اللي صدر من شركة النفط هو معني بمحافظة مأرب، وأيضا معني بما ينتج من شركة صافر فقط. نعم. بمعنى أنه الكميات التي تنتج لصافر وترسل إلى شكوه وكميات قليلة بالنسبة لشبوه حضرموت، الكميات الرئيسية تذهب إلى محافظة الجوف وإلى محافظة مأرب وإلى محافظة الجوف. أما الكميات اللي تذهب إلى محافظة شبوه فهي تغطي محطة الكهرباء، ويذهب شيء قليل إلى محافظة حضرموت وبالإضافة إلى ما يذهب للمناطق العسكرية. القرار الذي صدر في محافظة مأرب عن شركة النفط هو يتعلق بالمحافظات في المنتج في شركة صافر. أما وضع حضرموت سواء الوادي أو الساحل فتستورد فترة طويلة، تستورد المنتجات النفطية من الخارج، وبالتالي كان لديها تسعيرة من وقت سابق. كانوا يبيعوا الدب البترول كانت 4800 إلى 5000 من أشهر كثيرة. ما حصل في حضرموت أو كما ذكر الضيف السابق هو زيادة 3000 ريال في الدبة من 4800 إلى 6000 أو 5000 تقريبا. نعم. هذه النقطة لازم. إذن الموضوع فيما يخص، نعم، فيما يخص شركة النفط ورسالة المحافظ هي إذن لمحافظة الجوف ومأرب وشبوه فقط، التي يعني تصلها الكمية التي تكرر في صافر فقط. نعم نعم. وأيضا ما يصل لحضرموت وطبعا لا يصل للمواطنين ولا يصل لجهات حكومية. نعم. أو يصل إلى فرع الشركة أو إلى المناطق العسكرية. نعم. طيب الآن علي، من خلال متابعتك للموضوع، هل الآن الشركة استجابت لرسالة المحافظ وتم إلغاء هذه التسعيرة الجديدة من قبل شركة النفط؟ أكثر ما نعد في هذه الفترة هو غياب المحافظ لأيام خارج البلاد، وبالتالي تأخرت رسالة المحافظ. وعندما وصلت عدد الشركة اجتماع من الصباح إلى العصر اليوم، وتقريبا أنها اتفقت إدارة الشركة على أنه يتأجل التسعيرة الجديدة. تم إرسال رسالة بحسب ما نشر رسالة إلى إدارة الشركة في عدن إلى مدير شركة المدير التنفيذي، وتقريبا سيصل الرد وتلغى التسعيرة الجديدة بحسب ما ذكر بعض الشركة بأنه سيبدأ من يوم غد الاعتماد التسعيرة القديمة والبيع للوكلاء، لأن البيع كان متوقف حتى بالتسعيرة الجديدة اللي هي مع الجرعة، كان متوقف من أمس واليوم لم يكن القطع بسبب مشاكل في الطريق، أنه بعض المواطنين احتجوا وقطعوا الطريق، وبالتالي أيضا إضراب الوكلاء المحطات كانوا راسبين بهذه التسعيرة الجديدة ولم يقوموا بشراء أي كميات. أمس واليوم لم يتم القطع ربما بحسب ما ذكر بعض ولكن نعم أستاذ علي، ألا تعتقد بأن نعم أستاذ علي، ألا تعتقد أيضا أن بقاء سعر النفط في محافظة مأرب والجوف وشبوة التي تغذى من محطة صافر لتكرير النفط والغاز، هل سيفتح المجال ربما لتهريب المشتقات النفطية وبيعها بالسوق السوداء لأنها بأسعار أقل من الأسعار التي تباع بالمحافظات الأخرى، أم هناك آلية لضبط وترتيب يعني آلية بيعها في هذه المحافظة فقط؟ أخي العزيز، نحن لا ننكر هذه الحقيقة، وأنا أذكرها دائما ونقولها. الكميات المخصصة لمحافظة مأرب يعني في أحيان كثيرة بعض الوكلاء أو كثير من الوكلاء المحطات لا يبيعون مخصصات المواطنين، بالتالي السوق السوداء مفتوح على المحافظات الأخرى. المطلوب ليس رفع الأسعار، لأنه بالتالي إذا إحنا بنعمل انتداب مع الحوثيين الحين رفعوها إلى 5000، نحن أيضا بنرفعها عشان نلغي السوق السوداء، هذا غير منطقي. المفروض أن تبان توضع آلية محددة سواء من السلطة المحلية ومن إدارة شركة النفط. نعم. يتم تغيير هيكل شركة النفط المالب، يتم تغيير لجان المراقبة، لجان الرقابة، وأيضا اللجنة المشكلة من السلطة المحلية بحاجة إلى إعادة ضخ الدماء الشابة فيها، وأيضا تغيير
لجنة مع الأعضاء فيها. طيب طيب أستاذ علي، سأنقل نعم سأنقل ملاحظاتك أستاذ علي، أنقل ملاحظاتك الآن. ينضم إلينا من مأرب أيضا وكيل المحافظة ورئيس لجنة النفط الأستاذ عبد ربه مفتاح. مرحبا بك السيد عبد ربه أو عبد الرب عفوا. مساء الخير العزيز أنت والمستمعين والمشاركين جميعا. أهلا بك أستاذ عبد الرب. في البداية أنت ترأس لجنة النفط في محافظة مأرب، كان هناك مقترح تقدمت بشركة النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا وأيضا تكلفة إنتاجه في محافظة مأرب، وكان هناك يعني رؤية لرفع المشتقات النفطية. المحافظ وجه رسالة واضحة وصريحة بعدم رفع المشتقات في هذه الفترة، يعني من أجل ظروف الناس والأزمة الحاصلة الآن في البلد. هل نجحتم فعلا في إيقاف هذا القرار؟ أخي العزيز، كما تعلمون بالنسبة لمحافظة مأرب ظلت على نفس السعر الذي كان منذ فترة طويلة. طبعا المحافظات المجاورة لنا، محافظات حضرموت، محافظة شبوة، كلها المحافظات حتى بما فيها الذي تحت وطأة الميليشيات الإنقلابية، نعم، رفعت الأسعار وسمحت لضعاف النفوس من الذين يأخذون بعض المواد الخاصة بالمشتقات النفطية ثم يشترونها ب3500 ريال البترول، ويأخذوها ويحاولوا أن يختلقوا بعض الأزمات من وقت إلى وقت آخر، رغم أن في هناك لجنات رقابة وأيضا متابعة. لكن أنتم تعرفون في ظل هذا الوضع، في هناك وأقولها بكل أمانة، في هناك نعم كان هناك تعميم من مدير عام شركة النفط الجمهورية اليمنية على أساس أنه يتم رفعه، طبعا دون علمنا نحن في السلطة المحلية، وأنت تعرف الآن ظروف المواطنين ظروف صعبة، أيضا الظروف الأخرى لا تساعد في ظل هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة هناك قلة أسعار، وهناك أيضا المشتقات النفطية ارتفعت. فأنتم اطلعتم على مذكرة الأخ محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة، وتم الاستجابة من الأخوة في شركة النفط، وبإذن الله عز وجل من الساعة 12 مساء هذه الليلة ستعود الأسعار إلى ما كانت عليه سابقا. نعم. وستشكل هناك لجان رقابية من الجهات الأمن. نعم. رفعت الأسعار، لكننا ندعو الأخوة المواطنين، وقلت أكثر من مرة أن من يتقدم لدينا من أي محطة، أنت تعرف اليوم عشرات أضعاف الذين ضيوفنا الأعزاء من المحافظات، عشرات الأضعاف سكان المحافظة يزداد يوما بعد يوم، وهناك كثافة سكانية وطلب للمشتقات النفطية، وهناك ضغط على السوق، لكننا بإذن الله عز وجل سترتب الاحتياج بما هو متاح ومنتج من مصفات مأرب. نعم. طيب أستاذ عبد الرب أو دكتور عفوا دكتور عبد الرب، الآن يعني هذه خطوة جميلة وقوية منكم أنتم في السلطة المحلية، أن يعني وقفتم وراعيتم الظروف التي تمر بها البلاد وأبقيتم سعر المشتقات النفطية بسعرها السابق. الآن السؤال الأهم، هناك الكثير من يتحدث بأن تستغل هذه الأسعار، وأنت ذكرت أيضا في كلامك، وتحاول تهرب وتباع بسوق السوداء في المناطق الأخرى. ما هي الآلية التي ستتخذونها أنتم في السلطة المحلية في محافظة مأرب حتى يظل هذه المشتقات وهذه التسعيرات تصل للناس المواطنين في هذه المحافظات وتعينهم على أمور الحياة بسعر السابق، ولا أن تتحول إلى سلعة يعني سوداء تباع بأسعار أخرى في المحافظات الأخرى خاصة عند الانقلابيين؟ أخي العزيز، هناك خطة وضعت لمحطات مرخصة من قبل شركة النفط، ولن يعبأ إلا المحطات المرخصة على أساس يتم الرقابة. بعض الأحيان يتم هناك مراعاة لبعض المربعات التي وضعتها شركة النفط من أجل إيصال الخدمة، وقلنا للأخوة المواطنون ساعدونا بكل محطة موجودة لديكم في المربع، إذا تم إنها لا تبيع للمواطن وتهربها للسوق السوداء يتم الإبلاغ بها، لأننا كسلطة محلية وجهات أمنية مع الأخوة نعم رقيب على هذه المحطات، والأمن والمواطن لا يحرك ساكن هناك طامة،
فيجب على وأنا أدعي عبر شاشتكم وعبر مستمعينكم أن يكونوا الأخوة المواطنين يقظين ولا يسمحوا لضعاف النفوس ممن يحملون البترول للمربعات التي للمواطنين حتى يعرفوا. نحن نقوم بنشر كل المحطات التي تقوم بالتعبئة يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي ويتم نشرها عبر غرفة العمليات، وكل أن يطلع في محيطه وفي مديريته ما هي المحطة التي حملت. ولذلك ندعو السلطة المحلية أن تقوم بواجبها وأن تعمل في المديريات على ضبط كل من يخالف أو تسول له نفسه إلى البيع. ونحن قمنا بخطوات قبل الأسبوع الذي مضى، وهناك مجموعة كبيرة من تجار السوق السوداء تم إحالتهم إلى النيابة، والآن سيتم محالتهم إلى المحكمة، وستتخذ الإجراءات وستتواصل السلطة المحلية والجهات الأمنية لمتابعة كل من تسول له نفسه البيع في السوق السوداء. ونحن قبل ما ترتفع هذه المشتقات تم تحويل مجموعة كبيرة من أصحاب السوق السوداء الذين يتاجرون بالمشتقات النفطية وتم إحالتهم إلى القبائل. نعم. طيب دكتور عبد الرب، ابقى معي إذا تكرمت فقط دقيقة واحدة للأستاذ علي عويضة، إن كانت لديه رسالة من أبناء محافظة مأرب وأيضا من المواطنين لكم أنتم في السلطة المحلية في التعامل وتوفير هذه المادة. أستاذ علي، إذن الدكتور عبد الرب يسمعك، إن كان لديك من كلمة أو رسالة أو تساؤل تفضل. نعم الدكتور عبد الرب مرتاح وتكلم كثير عن النفط، وأيضا تصريحات هذه حول تغيير مجتمع النفط، لكن لم يحصل أي شيء من هذا. السلطة المحلية للأسف لم تجد إجراءات، وأنا أقول الآن لأمر عبد الرب. نعم أستاذ علي، ربما هناك إشكالية بصوتك، لم نفهم ما تقول، أعتذر منك لرداءة الاتصال. أعود للدكتور عبد الرب مفتاح رئيس لجنة النفط وأيضا وكيل محافظة مأرب. دكتور عبد الرب، حقيقة الكثير يعني يشيد بالخطوات التي تقومون بها في محافظة مأرب، لكن خلال الفترة الماضية هل تم ضبط من يتلاعب ببيع المشتقات النفطية بصورة أو بأخرى في السوق السوداء؟ نعم أخي العزيز، أنا أكدت لك الآن أن هناك مجموعة تم إحالتهم، أولاً تم ضبطهم، أولاً على أساس نحن نكون صريحين، تم إنذارهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر جميع الوسائل أننا سنقوم بحملة، وإذا لم يمتنعوا عن بيع في السوق السوداء سيتم إحالتهم إلى القضاء. وفعلاً قامت الحملة وقامت الجهات الأمنية من الأمن والقوات المسلحة بضبط هؤلاء في السوق السوداء مجموعة منهم، وهم اليوم الآن ويسمعني جميع الأبناء المحافظة منهم حتى الأستاذ علي عويضة، أنهم الآن في القضاء في النيابة، والنيابة قامت بدورها وتم إحالتهم إلى المحكمة، وستتخذ الإجراءات في كل من يسول له نفسه البيع أو المتاجرة بالمشتقات النفطية الخاصة بالمواطنين. محافظة مأرب اليوم يقطنها تقريباً 3 مليون نسمة، ولا زال الاستعداد يزداد يوما بعد يوم. أبناء اليمن بدأوا يبحثوا على الاستقرار، بدأ يبحث على المشتقات بحيث أن يحفظ كرامته وكرامة أسرته. فأدعو الأخوة المواطنين أن يكونوا يقظين، لأن الذي يبيع هو جزء من المجتمع، ويبيع وهو عارف أن هذه المحطة التي قام بتعبئتها هي من أجل أن يقدم خدمة. نعم نعم دكتور، سبق وان قلت لهم من تم بيع المشتقات النفطيه ان يتقدموا لدينا برساله، ونحن سنتحمل المسؤوليه امام احالتهم الى القضاء. شكرا جزيلا لك وكيل محافظه مأرب ورئيس لجنه النفط الدكتور عبد الرب مفتاح، كنت معنا من محافظه مأرب، شكرا لك. وعوده اخيره الى الصحفي علي عويضه. استاذ علي، كلمتك الاخيره، كنت اول قد سالتك لكن للاسف كان صوتك غير مفهوم، تفضل الان. أنا كنت أريد أرسل رسالة وأسمع الدكتور عبد المفتاح، لكن للأسف كان الخط فصل. ما أريد أن أقول عن لجنة النفط التي شكلها المحافظ لم يعد لديها شيء في قدمها. إذا كان لدى المحافظ نية صادقة لإدارة ملف النفط في المحافظة، عليه تشكيل لجنة جديدة. هذا باختصار. النفط الذي يهرب أو الذي يخرج من المحافظة السوداء لا يهرب عبر طائرات ولا يهرب عبر أنفاس،
يهرب عبر المنافذ الرسمية. اعملوا خطة عسكرية وأمنية إذا أردتم فعلا إغلاق السلوك. هو تحدث أستاذ علي حتى نكون منصفين الآن، هو الوكيل المحافظة. نعم نعم أخي. هو تحدث وشدد على هذه النقطة بالذات، وسيحيلهم إلى القضاء إن ثبت، وأيضا ناشد المواطنين أن يكونوا عين للدولة وللسلطة المحلية، وسيتفاعل الجميع معهم. نعم التصريحات كثير نعم، لكن ما نفيده هو العمل على أرض الواقع. نتمنى إذا إن شاء الله أن يترجم كل ما تم من تصريحات على أرض الواقع. أشكرك الصحفي من محافظة مأرب علي عويضة، والشكر أيضا لوكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح، وكذلك الشكر لمدير عام شركة النفط في حضرموت محمد عبد الله الشريم. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد الموني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.